بالتالي انا عايز اقرب من الصوره بشكل اكبر، اطمن جمهور النادي الاهلي على استعدادات الفريق لمباراه صن داونز. فاروح سريعا لزميلنا العزيز ادهم ندى مراسل قناه الاهلي. ادهم مساء الخير عليك. برحب بيك زميلي العزيز امير هشام، وبرحب بكل مشاهدينا ومشاهدي قناه نادينا الحبيب قناه النادي الاهلي. اهلا بيك يا ادهم، طمنا على المران النهارده، الامور ماشيه ازاي واستعدادات النادي الاهلي لمباراه صن داونز؟ الحقيقه بدا المران يا امير في تمام الساعه الواحده والنصف ظهرا بمحاضرة من المدير الفني ريني فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، أكد فيها على ضرورة إغلاق ملف الدوري وضرورة التركيز في ما هو قادم. عندنا مباراة مصيرية، مباراة سان داونز، مباراة محتاجة تركيز، مباراة محتاجة كل الجهد من اللاعبين. إن شاء الله مباراة مصيرية نتمنى الفوز للنادي الأهلي والتفوق فيها بإذن الله. عايز أقول إن في لقطتين مهمتين جدا. النهاردة كان في جلسة مطولة ما بين كابتن سيد عبد الحفيظ ولاعبنا المتألق حسين الشحات ورمضان صبحي من اجل الدعم النفسي والمعنوي والاستمرار على حاله التألق بالنسبه لكابتن حسين الشحات وبالنسبه لرمضان صبحي. طبعا هو مقبل على مباريات هامه ان شاء الله، من المنتظر ان احنا نشوفه سواء في لقاء سان داونز سواء في الذهاب او في الاياب. الحقيقه كان في المران كان النهارده بدني خططي تكتيكي. ركز فيه المدير الفني ريني فايلر على العلو بالحمل البدني بالنسبه للاعبين، وكمان ركز المدير الفني ريني فايلر يا امير على ضروره الضغط على حامل الكره، ضروره افتكاك الكره والقدره على استخلاص الكره في اقل وقت زمني ممكن. وده طبعا على الجانب الاخر طبعا لاعبي صن داونز بيتمتعوا بالمهاره وبنقل الكره، فبالتالي كان من المهم النهارده ان يركز المدير الفني ريني فايلر مع اللاعبين على ضرورة افتكاك الكرة والضغط على حامل الكرة. عايز اقول ان النهاردة كان في ادوار خاصة بالنسبة لأليو باجي، الصفقة المنضمة حديثا للنادي الاهلي. ركز معاه المدير الفني ريني فايلر على ضربات الرأس والتسديد من خارج منطقة الجزاء كحل من الحلول اللي ممكن يلجأ ليها المدير الفني ريني فايلر من خلال المباراة المقبلة وجميع المباريات المقبلة في مختلف البطولات. كمان عايز اقول ان كان في ادوار مهمة جدا بالنسبة لأليو ديانج وعمرو السولية في ضرورة زي ما بنقول اللاعبين اللي بتتحرك فروم بوكس تو بوكس او من خط الدفاع الى خط الهجوم، ازاي اقدر ان انا انقل الهجمه وتوزيع الهجمات ما بين خط الدفاع وخط الهجوم ما بين مروان محسن واليو باجي وحسين الشحات ورمضان صبحي وكهربا. وتم اجراء تقسيمه على الجزء ده، واوقف المدير الفني ريني فايلر التمرين اكثر من مره من اجل علاج الاخطاء والتركيز على كيفيه انهاء الهجمه بنجاح واحراز الاهداف بالنسبه للمهاجمين. طيب انت موضوع رمضان صبحي شارك في التدريبات بشكل كامل طبيعي جدا صح؟ بالضبط، رمضان صبحي النهارده شارك بشكل كامل وبشكل طبيعي جدا، وزي ما بنقول خطوه بخطوه ان شاء الله رمضان صبحي بيجيب فورمته. والحقيقه النهارده خاض مران نقدر نقول بلغه الكره مران قوي جدا. كويس. ولقى استحسان من المدير الفني ريني فايلر. طيب الجانب المعنوي عند لعيبه النادي الاهلي ايه؟ عايز اطمن عليه. عايز اقول وعايز اطمن جماهير النادي الاهلي يا امير، روح عاليه جدا من جميع لاعبي النادي الاهلي، جميع اللاعبين مركزين مصممين على الفوز، مصممين ان شاء الله على البطوله التاسعه دوري ابطال افريقيا، مصممين ان هم يظهروا بمظهر النادي الاهلي، وروح عاليه جدا. كان في دور كبير جدا من الكابتن سيد عبد الحفيظ ومدير الفني ريني فايلر مع اللاعبين ازاي نبقى كتله واحده الفتره اللي جايه. النادي الاهلي محتاج جهد جميع اللاعبين، لكن عايز اقول لك كان في حاله من الاصرار والعزيمه والثقه من لاعبي النادي الاهلي خلال الفتره المقبله ان شاء الله وخلال المران النهارده. ان شاء الله باذن الله يا ادهم، انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز ادهم ندى مراسل قناه الاهلي.